مشاهدينا مشاهدي اليوم السابع مباشر، اهلا بيكم ونشره فنيه جديده. هكون معاكم النهارده شيماء عبد الله، زي ما عودناكم دايما بنقول لكم اخر اخبار نجومنا من خلال موقعنا موقع اليوم السابع. معنا اول خبر عن المطربه شيرين هتحيي النهارده حفل في مهرجان ليالي فبراير، وهيشاركها الحفل ده المطربه اللبنانيه ديانا حداد والمطرب اللبناني وائل جسار، وتواجد المطربون في الكويت من يوم الثلاثاء استعدادا للحفل. مكملين معاكم نشرتنا الفنيه، وخبرنا دلوقتي عن الفنانه يسرى. يسرى بتعود لشربات لوز بعد حضور حفل افتتاح مهرجان الاقصر. تعالوا نروح لتفاصيل الخبر. بتعود الفنانه يسرى من الاقصر بعد ما حضرت افتتاح مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه، ومن المقرر ان هي تستأنف تصوير مشاهدها في مسلسل شربات لوز في استوديو مصر اللي بدات تصويره من 3 اسابيع تقريبا. مسلسل شربات لوز بيشارك في بطوله العمل كل من سمير غانم وصبا مبارك وتامر هاجرس. شربات لوز من تاليف تامر حبيب والاخراج لخالد مرعي، ومن المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل. كويس. هو حد قال ان هو وحش؟ انا مش عارفه ايه اللي حصل للعيال اليومين دول، ليه الحب عندهم بقى مكلكع وصعب كده؟ ولا يمكن من كتر الفتاوي بتاعت الحلال والحرام حصل لهم رعب، مع ان بقى الله محبه بجد. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. هو حضرتك خايفه يعني عشان اسم ادهم ده متدين وكده يعني وبيعرف ربنا؟ حبيبتي ما كلنا بنعرف ربنا. يا حبيبتي انا يوم ما هجوز بنتي لازم اجوزها راجل بيعرف ربنا عشان يراعي ربنا فيها. ومعنا خبر دلوقتي عن الكوميديان محمد هنيدي. تكريم محمد هنيدي بالدور البيضاء في 7 مارس بعد اختياره كافضل كوميديان عربي. اختارت اداره مهرجان الدور البيضاء الدولي للضحك النجم محمد هنيدي لتكريمه في الدوره 9 والمقرر اقامتها في الفتره من 7 ل 12 مارس المقبل كافضل كوميديان عربي عن مجمل اعماله. عبر هنيدي اليوم السابع عن سعادته بهذا التكريم، وقال ان هو بيعد وساما على صدره انه يتم اختياره من قبل المهرجان العريق كافضل كوميديان ديان عربي. ايه يا جدي؟ سكينة. سكينة؟ نعم سكينة. 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 الراجل ما غلطش في حاجة. ليه فتاة قوية تحتاج رجل قوي. وانا قوي يا جدي. الفنان احمد فهمي بيقول جده حبيبي مختلف ولا ينافس الا نفسه. اعرب الفنان احمد فهمي عن سعادته كبيره بفيلمه الجديد جده حبيبي والنجاح اللي حققه منذ عرض الفيلم حتى الان، وتعاونه مع كل من النجم محمود ياسين ولبنى عبد العزيز، وقال ان هم عمالقه الفن الجميل، وقال كمان ان تعاونه معهم جاء مثمرا للغايه. وتحدث فهمي عن مشاريعه الغنائيه وهي احتفاله مع فريق واما بمناسبه 10 اعوام على انشاء الفريق. غايب وسايب فيا غواك لسه بستناك كل يوم والتاني بندهلي نفسي اقولك حبيبي على اللي انا فيه واللي حاسس بيه بس قولي حبيبي فين الاقيه. صبر الرباعي بيقول الوزير خانه لفظ على جثتي ولكني اتفق معه فيما قاله. تعالوا نروح لتفاصيل الخبر ونعرف الوزير قال ايه. اثرت تصريحات وزير الثقافه التونسي مهدي مبروك في لقائه مع الاذاعي هادي الزعيم على اذاعه موزاييك اف ام الخاصه بعدم استضافه كل من نانسي عجرم واليسا وفضل شاكر، وقال على جثتي ردود افعال غاضبه، وده بالاضافه الى ما قاله ضد تامر حسني وشيرين وملحم بركات. ونسيت معاك عمري وزماني والوقت فات وياك ثواني قربني ليك سيبني اعيش احساسي بيك. وخبرنا
دلوقتي عن عزيز الشافعي. عزيز الشافعي بيحتفل بصدور ألبومه الجديد راجع يا بلادي اليوم. بيعقد الفنان عزيز الشافعي اليوم في تمام الساعة 5 مؤتمر صحفي من أجل الاحتفال بألبومه الجديد راجع يا بلادي، واللي تم طرحه اليوم بالأسواق. ومن المقرر أنه هيقام المؤتمر داخل شركة توب ميوزك المنتجة للألبوم بمصر الجديدة. في البلكونة شارع العربية زملكاوي، عيلتي كلها زملكاوية. رايا في البلكونة شارع العربية، ماشي في الشوارع بحتفل بالمقاوية. الأخبار العالمية معانا خبر عن نجمة البوب مادونا. مادونا بتقول ان هي تبتدي جولتها الغنائية في اسرائيل بصحبة ابنتها. تعالوا نروح لتفاصيل الخبر. قررت لورديس ابنة نجمة البوب الامريكية مادونا الانضمام لفريق الراقصين اللي بيشاركون مادونا على المسرح خلال جولتها الموسيقية في اسرائيل في مايو المقبل، وهتكون المرة دي هي المرة الاولى اللي بتشارك فيها لورديس مع والدتها على المسرح. وده زي ما قالت موقع الديلي مال البريطانية. انتهت معاكم نشرتنا الفنية بسرعة. استنوني بكرة ونشرة فنية جديدة. كنت معاكم النهاردة شيماء عبدالله من اليوم السابع مباشر.